هذه الأيام تمر الجزائر بمناسبة عزيزة على قلب كل جزائري، بل على قلب كل مسلم وكل عربي، وحبيت تكون لي هالمشاركة المتواضعة بهالمناسبة من باب المحبة والأخوة في الله. فأنا وإن كنت مكي المولد بحريني الجنسية، لكني جزائري الحب والهوى. أنا زرت الجزائر، وهذا الشعب يتميز بصفات: شعب طيب جدا وكريم جدا وعزيز جدا وصبور جدا، يصبر ويصبر ويصبر ثم، ولذلك يصفه الآخرون بأنه شعب فيه حدة. والحدة برأيي ليست صفة ذم، لأن حدته في الحق، وهذا أمر محمود. وحدة الشعب الجزائري هي التي أدبت المحتل. ومن الصفات الجميلة في المواطن الجزائري، طبعا أنا أتكلم في المجمل، وإلا ففي كل شعب هناك الصالح وهناك الطالح. مجملا الشعب الجزائري لا يعرف النفاق. إذا أحبك أبدى لك الحب، وإذا أبغضك لا يظهر لك الود. وهذا المعنى وجدته في إحدى أبيات العلامة ابن باديس، حيث يقول: من كان يبغي ودنا فعلى الكرامة والرحب، أو كان يبغي ذلنا فله المهانة والحرب. عاد أنت اختار ماذا تريد. الشاهد: المناسبة التي أحببت الحديث عنها هي 1 نوفمبر عام 1954، حيث انطلقت ثورة التحرير الجزائرية بمشاركة حوالي 1200 مجاهد، والتي انتهت باستقلال الجزائر عام 1962. وحتى ندرك أهمية هذا الإنجاز الذي حققته سواعد الجزائريين، لابد أن نعرف كيف عاش إخواننا الجزائريون في ظل الاحتلال الفرنسي. دخل الفرنسيون الجزائر عام 1830، وخرجوا منها عام 1962، يعني مدة 132 سنة، مدة ليست بالقليلة أبدا. طوال هذه المدة قامت قوات الاحتلال بارتكاب أكثر الجرائم وحشية في حق الشعب الجزائري، منتهكة بذلك كل ما نصت عليه اتفاقيات القانون الدولي وأعراف الحروب. قام المحتل بمئات المجازر الجماعية ضد قبائل وعشائر بأكملها، وحالات التقتيل الفردي والعشوائي. وعندما أتكلم أنا عن مجازر، فإني أتكلم عن ملايين القتلى. وبالإضافة إلى الإبادة الجسدية، عملت فرنسا على الإبادة الروحية للشعب الجزائري، فقامت بالاستيلاء على الأوقاف الإسلامية بمختلف أنواعها، وبيع أملاك الأوقاف، وتحويل المؤسسات الدينية من مساجد ومدارس ومعاهد وزوايا إلى كنائس وثكنات عسكرية ومخازن للسلاح واسطبلات للحيوانات. وعام 1838 أنشأت أسقفية الجزائر، ومن خلالها تم إنشاء جمعية الآباء البيض بهدف تنصير الجزائر وإفريقيا، دون أن ننسى الرساليات التبشيرية والبعثات التنصيرية وبناء المؤسسات الدينية المسيحية واليهودية، والتي كانت على نفقة المؤسسات والأوقاف الإسلامية. واستخدم المحتل شتى أنواع التعذيب للشعب الجزائري، أساليب معروفة وأساليب غير معروفة، وتم تدريب ضباط من الكليات العسكرية متخصصين في التعذيب. ولما أنا كنت في الجزائر، زرت متحف الجزائر في العاصمة، ورأيت صور ومشاهد لنماذج التعذيب، عجزت أني أكمل. لا يستطيع أن يقوم بمثل هذا التعذيب إلا عساكر مرضى، شيء مهول. ومن أشد المجازر التي ما زالت عالقة في ذاكرة الجزائر مجازر 8 ماي 1945، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء ومن بينها فرنسا. خرج الجزائريون في مظاهرات سلمية مطالبين فرنسا بتنفيذ وعدها. ماذا كان وعد فرنسا؟ وعد فرنسا أنها ستخرج من الجزائر وتمنح الجزائر الاستقلال، لأن الجزائريين شاركوا في الحرب العالمية الثانية وساندوا فرنسا. لكن المحتل قام بالمجازر والإبادة الجماعية، رجال، نساء، أطفال، مو مشكلة، ما في فرق. هذه المجازر أسفرت عن استشهاد 45 ألف من المسلمين في أيام معدودة جدا. أزيلت قرى كاملة، وأعدم نخبة من المفكرين والمثقفين والمتعلمين. وبعدين تفنن يعني في القتل، الرشاشات، تدمير قرى بالطائرات، أحيانا يقبضون على النخبة المثقفة الجزائرية ويأمرونها تحت تهديد السلاح بحفر قبور جماعية.
ثم يقتلون الفوج تلو الفوج ويأمرون كل فوج بدفن الفوج السابق. وهنا معلومة مغلوطة منتشرة بين الناس، عندما يذكرون الجزائر يقولون بلد المليون ونصف المليون شهيد، ويظنون أن الجزائر قدمت فقط هذا العدد من الشهداء، وهذا غير صحيح. الحقيقة أن هذا العدد هو حصيلة 8 سنوات فقط منذ اندلاع الثورة وحتى الاستقلال، أما عدد شهداء الجزائر منذ احتلال الجزائر حتى الاستقلال يعني مدة 132 سنة فهو يفوق 7 ملايين شهيد. أسأل الله عز وجل أن يجعلهم المقبولين عنده ويرزقهم الفردوس الأعلى، آمين. وبرز في تاريخ الجزائر أبطال كان لهم أثر كبير في تغيير مجرى تاريخ المنطقة، كل وطريقته. يعني في بداية احتلال فرنسا للجزائر لاقت فرنسا مقاومة شديدة من قبل القادة الجزائريين، ومن أبرزهم الأمير عبد القادر الجزائري، وهو مشهور جدا الكل يعرفه، هو أشهر من نار على علم، لكن غيره كثيرون جدا، محمد باي وأبو معزة والشريف أبو بغلة والشيخ أبو عمامة. لكن المشكلة كانت في هالمرحلة عدم وجود تنسيق بين هذه الثورات، كل ثورة كانت في منطقة محددة، فاستطاعت فرنسا أن تتغلب على كل هذه الثورات، وتنوعت صور المقاومة من الجزائريين للمحتل، فمنهم من جاهد في المجال السياسي كالأمير خالد ابن عبد القادر الجزائري، ثم من بعده مصالي الحاج، ومنهم من أشعل نهضة إصلاحية في كل الجزائر كالشيخ عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي والعربي التبسي والطيب العقبي وأعضاء جمعية علماء المسلمين الجزائريين. هؤلاء اختاروا بناء الشعب الجزائري من الأساس عبر بث العلم ونشر الدين وزرع القيم. والمرأة الجزائرية كذلك شاركت في النضال السياسي، بل حتى في الكفاح المسلح، ثلالة فاطمة سومر، حسيبة ابن أبو علي، الأختان سعدان فضيلة ومريم ومليكة قائد وجميلة. ووجدنا بين صفوف المجاهدين الجزائريين قامات شعرية ألهبت الشعب الجزائري، وعلى رأسهم شاعر الجهاد والعلم محمد الشبوكي، وشاعر الكبير محمد العيد آل خليفة، وشاعر الثورة مفدي زكريا. وهذا الشاعر شاعر فحل، له ديوان اللهب المقدس، وهو مفدي زكريا، هو صاحب النشيد الوطني الجزائري الذي تضمن أبدع تصوير لملحمة الشعب الجزائري الخالدة. أيها السادة، النشيد الوطني الجزائري هو النشيد الوطني الوحيد الذي كتب في الزنزانة. نعم، كتبه مفدي زكريا بين جدراني سجن في زنزانة رقم 69. النشيد الوطني الجزائري هو النشيد الوطني الوحيد الذي كتب بالدم، نعم كتبه بدمه الأحمر يوم أن فقد الحبر الأزرق. النشيد الوطني الجزائري هو النشيد الوطني الوحيد الذي يتوعد المحتل ويذكر اسم فرنسا صراحة، أبيات قوية: يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب فاستعدي وخذي من الجواب، إن ثورتنا فصل الخطاب نحن ثرنا فحياة أو ممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. كل حرف من هذا النشيد يحكي تضحية رجل جزائري، كل حرف من هذا النشيد يحكي معاناة امرأة جزائرية، كل حرف من هذا النشيد يحكي صلابة هذا الشعب العظيم. إن ثورتنا فصل الخطاب نحن ثرنا فحياة أو ممات، كلمات قوية تذكرني بكلمات عمر المختار: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. عند سماعك للنشيد الوطني الجزائري تحس بشموخ هذا البلد، تحس بعزة هذا البلد. أسأل الله تعالى أن يحفظك يا جزائر ويبعد عنك كل مكروه وحاسد، آمين. كل ما عن الاحترام والمحبة والتقدير والأخوة لأشقاء الدم والدين والروح، محارب الصحراء وأبناء أرض الشهداء، أرض الجزائر الخضراء، شعب الكرامة والعطاء، لكم مني أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعيش الجزائر رمز الفداء.